في العالم، بتبيع كل شيء حرفيا من الابره للصاروخ، وهي اكبر متجر تجزئه في العالم من حيث المبيعات، وبيمتلكها رجل الاعمال جيف بيسوس، وتاسست عام 1994 في ولايه واشنطن الامريكيه. في المركز الرابع تيجي شركه ارامكو السعوديه، وطبعا كلنا عارفين ان شركه ارامكو هي اكبر منتج للبترول في العالم، بتنتج حوالي برميل من كل 8 براميل بترول في العالم، وعندها حوالي 15% من اجمالي احتياطي البترول في العالم، وتاسست سنه 1933 ومقرها في السعوديه. القيمة السوقية لشركة أرامكو 1.91 تريليون دولار. في المركز الثالث تيجي شركة ألفابت، القيمة السوقية لشركة ألفابت 1.93 تريليون دولار، وهي الشركة المستحوذة على شركة جوجل ويوتيوب والجيميل ومتصفح جوجل كروم ونظام الأندرويد اللي موجود في كل تليفون محمول تقريبا في العالم، وغيرها كتير من الشركات، وتأسست عام 1998 ومقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. في المركز الثاني شركة مايكروسوفت، وهي شركة مملوكة لعبقري التكنولوجيا المعروف بيل جيتس، والقيمة السوقية لشركة مايكروسوفت